شهدت مدينة الفنيدق المغربية على الحدود مع مدينة سبتة ليلة ثانية من المشاحنات بين قوات الأمن المنتشرة بأعداد كبيرة وعشرات المهاجرين الراغبين في اقتحام السياج الحدودي لدخول سبتة. ووفق مصادر من عين المكان، فقد رشق المهاجرون قوات الأمن التي تصدت للاعتداءات وأوقفت العشرات، وتم تسجيل إصابات في صفوف الطرفين، فيما فر عشرات المهاجرين نحو الجبال. كشف مصدر أمني لمراسلة المشهد أن الوضع حاليا بات هادئا وتحت السيطرة، حيث عاد معظم الشبان أدراجهم أو تم توقيفهم وترحيلهم. أكد المصدر نفسه أن آخر هجمة لمحاولة الاقتحام تم تنفيذها عند منتصف الليلة الماضية، تلاها رشق بالحجارة وعمليات كر وفر. شدد المصدر الأمني أن دعوات الهجرة الجماعية فشلت في النهاية، ولم يتمكن المهاجرون من العبور نحو سبتة بسبب الإجراءات الأمنية. تنضم إلينا من الرباط مراسلتنا عفاف بوشيخي. عفاف، إذن كيف هي الأوضاع الآن والإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية بالخصوص؟ أهلا لينا. أوضاع هادئة تحت السيطرة بعد ليلة ويوم عصيبين كان في منطقة الفنيدق. الأخبار القادمة من هناك تفيد بأن العدد الأكبر من المرشحين للهجرة إما عادوا أدراجهم بعد التعب، أو إما أنه تم إيقافهم وترحيلهم من طرف قوات الأمن التي انتشرت بقوة طيلة الأيام الماضية على طول المدن الشمالية من أجل منع أكبر عدد ممكن من الذين انضموا إلى دعوة الهجرة الجماعية من الوصول إلى الحدود طبعا مع مدينة سبتة. بخصوص حالة التراشق التي كانت يوم أمس بين المرشحين للهجرة وقوة الأمن، آخر عملية أو آخر محاولة للاقتحام كانت عند منتصف الليل. قبلها خلال يوم الأحد كانت هناك أيضا محاولتين لعبور السياج الحدودي، وخلالهما كانت طبعا تتشدد الاشتباكات بين قوة الأمن وبين المرشحين للهجرة، ما أدى إلى سقوط إصابات من الطرفين. السد الأمني المنيع الذي شكلته قوات الأمن منع مئات، وقد نتحدث عن آلاف الشباب وكذلك القُصّر من اجتياز السياج الحدودي المزدوج بين الفنيدق وسبتة، وبالتالي قد نتحدث عن إحباط هذه العملية التي شهدت انتشارا أمنيا غير مسبوق وتوافد أيضا غير مسبوق على مدينة الفنيدق. هذا بخصوص ما جرى تحديدا. أما عن عملية الاقتحام وحيتياتها، كانت عبر ثلاثة محاور، إما محور بحري صرف، نتحدث هنا عن منطقة وشاطئ باليونش، أو عن محور بري بحري وهو تل يطل مباشرة على مدينة سبتة المحتلة، وأيضا هناك نقطة برية. عملية العبور أو محاولة اقتحام السياج التي تمت بالأمس كانت على العموم برية أكثر منها بحرية، على اعتبار أن قوات الأمن كانت تشدد الخناق على البحر عبر بناء سياجات أمنية. وأيضا حالة الطقس التي تميزت بهيجان كبير للبحر لم تساعد ربما المرشحين للهجرة على المحاولة بحرا. نشير هنا إلى أن المغرب يرتبط بنقطتين حدوديتين بريتين مع أوروبا، هما مدينتي سبتة ومليليا المحتلتين. ومليليا أيضا شهدت محاولات عبور لكنها باءت في الفشل، وبالتالي هذه المناطق تشهد باستمرار ومنذ سنوات طويلة محاولات للعبور نحو أوروبا، إما يتصدى لها الأمن أو أحيانا يتم نجاحها ويتعرض لها الأمن الإسباني الذي يتم أو يقوم بترحيل عدد كبير من المهاجرين. إذن على العموم الوضع الآن عاد إلى السيطرة. نتحدث عن عملية، نعم لينا. عفاف، كنت أريد أن أسألك حول أنه حتى الجهات المعنية تمت التصدي للدعوات عبر الوسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، لأنه يعني كانت هنالك حملات تدعو إلى ذلك، هل تم تصديها؟ وهل هنالك أيضا شبكات خارج الإنترنت تقوم بذلك؟ وكيف تتعامل معها؟
بالفعل يعني انطلقت قبل أيام لينا دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار وعنوان هجرة جماعية نحو سبتة يوم 15 من سبتمبر. عدد كبير من الناس اتخذوا هذه الدعوات باستخفاف على اعتبار أن عملية من هذا الحجم لتنظيم هجرة جماعية يجب أن تقام بطريقة سرية ومنظمة، لكن قوات الأمن تعاملت معها منذ اللحظة الصفر بعدد كبير أو بحجم كبير من الجدية. انتشرت كما قلت الحواجز الأمنية على طول مدن الشمال انطلاقا من مدينة القصر الكبير التي تعد بوابة المدن الشمالية. عملية المداهمة تمت على مستوى محطات القطارات ومحطات الحافلات، وأيضا عدد من السيارات التي اشتبه في أنها ربما قد تحمل أشخاص من الذين رغبوا في المشاركة في هذه العملية. قوات الأمن أعلنت الأربعاء أنها اعتقلت، نتحدث عن الأربعاء الماضي، اعتقلت بين الاثنين الماضي والأربعاء 60 شخصا ممن ثبت تورطهم في الوقوف خلف هذه الدعوات بتهم التحريض على عملية للهجرة غير الشرعية وكذلك عملية للتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي. ميدانيا لم يرشح أن هناك طبعا دعوات كانت على مستوى الواقع، وإنما نتحدث عن الواقع الافتراضي. أشير فقط إلى أن من استجابوا للدعوات هم عدد كبير من القصر، على اعتبار أن القانون الأوروبي يحمي القصر، وبالتالي هم كانوا يطمحون للوصول إلى إسبانيا ولم يتم إرجاعهم بعد ذلك لنا. نعم، شكرا لك عفاف أبو شيخي، كنت معنا من الرباط.